بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. السلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم محوحو. طبعا سوف نتعرف في هذا الفيديو على كيف تقوم بتشغيل يعني صوت التلفاز من يعني السماعات الخاصة بالهاتف، بث يعني صوت التلفاز على هاتفك مباشرة بشكل يعني لاسلكي، يعني بدون ربط يعني الهاتف بالتلفاز بأي كيبل إلى غير ذلك. هذا الأمر إخواني الكرام مفيد عندما مثلا تريد يعني الاستماع لوحدك يعني بالسماعات إلى صوت التلفاز، وتكون موجود في بعيد عن التلفاز ولا تريد مثلا عائلتك أن تستمع إلى ما تشاهده، أو يعني إذا كنت تريد عدم إزعاجهم، فيمكن لك مباشرة الاستمتاع بهذه التجربة. وشيء جميل أنه تسمع بصوت يعني أفضل عوض أن تسمع مباشرة على التلفاز. بالتالي يمكن لك بث يعني صوت التلفاز على هاتفك بهذه الطريقة البسيطة. فقط يعني سوف تحتاج إلى بعض الأشياء البسيطة والغير مكلفة إخواني الكرام، مثلا هذا الجهاز الذي يتم يعني استعماله في السيارات. يعني هناك عدة أشكال صراحة، أنا وجدت يعني هذا الشكل ثمنه تقريبا 7 دولارات هنا في إسبانيا، أعتقد أنه سوف يكون أقل بكثير يعني في البلدان العربية. بالتالي فهذا الجهاز إخواني الكرام يتم استعماله لبث يعني الموسيقى وشي من هذا القبيل في السيارة، وتحويلها إلى دبدبات يعني FM إخواني الكرام للاستماع لها في الراديو. بالتالي فسوف نحتاج إلى هذا الجهاز، ثم سوف نحتاج حتى نقوم بتشغيل يعني هذا الجهاز وربطه يعني بالكهرباء. بطبع الحال يعني أنه في السيارة نقوم بربطه مباشرة هنا، لكن في منزلك سوف تحتاج مثلا إلى محول يعني 12 فولت، يعني أفضل محول 12 فولت، يعني شخصيا اشتريت هذا حتى نقوم بربطه يعني بالكهرباء. لذلك سوف نحتاج إخواني الكرام إلى كيبل. هذا الكيبل سوف بطبع الحال نأخذ الموجب فيه الذي سوف يكون الأحمر، ونقوم بربط يعني الموجب الخاص بهذا الجهاز، الموجب هو هذه النقطة، مع الموجب الخاص بالمحول التي هي في الداخل. يعني سوف نربط الموجب الذي هنا إخواني الكرام بالداخل، يعني بإدخال طبعا الحال السلك يعني هنا إخواني الكرام الموجب، لكي يحدث يعني تماس مع الداخل يعني بهذه الطريقة. ثم السالب سوف نقوم بربطه هنا كما سوف تشاهدون بهنا مع هنا، يعني مع السالب الخاص بالمحول الذي هو يعني هذه المنطقة إخواني الكرام. سوف أقوم بربط الجميع. طيب الحين ربطت الجميع إخواني الكرام كما سوف تشاهدون. إذا شغلته يعني وإذا ربطته بالكهرباء سوف يتم يعني تشغيله كما سوف نشاهد. الحين بقي حتى نبوت يعني ما هو موجود في التلفاز، بقي أن نربط يعني هذا الجهاز بكيبل ميني جاك كما سوف تشاهدون بالتلفاز مباشرة، يعني بالتلفاز، ثم بعد ذلك سوف نمر إلى المرحلة الموالية. طيب إخواني الكرام الحين يعني ربطت الجهاز بالتلفاز طبعا الحال عبر منفذ ميني جاك، شاهدتم ذلك قبل قليل شرح ذلك. الحين بحثت عن التردد هناك يعني الخاص بالقناة، ونفس الشيء بالنسبة لجهاز الراديو. تفتح الراديو في هاتفك وتبحث عن التردد نفس التردد، وهكذا يمكن لك الاستماع مباشرة. طبعا إذا كنت لا تتوفر على أو تتوفر على هاتف يعني ليس به الراديو، فيمكن لك استعمال الهواتف القديمة إخواني الكرام. أكيد لديك هاتف قديم به يعني الراديو، لأن الهواتف الحديثة أغلب الهواتف الحديثة لا تأتي بالراديو. وإذا كنت تريد تثبيت الراديو بدون أنترنت يعني على هاتفك، فقط اضغط على الرابط أسفل الفيديو إخواني الكرام، شرحت ذلك من قبل. بالتالي فلا أعرف إذا كنت سوف تقوم بربط يعني السماعات وتستطيع الاستماع، لا أعرف إذا كنتم تستمعون إخواني الكرام. بالتالي فهي طريقة جميلة جدا صراحة يعني للاستماع مباشرة من التلفاز على هاتفك باستماع السماعات. ولاحظوا معي بأنه عندما يتم يعني ربط الجهاز بالتلفاز بطبع عبر ميني جاك، فيتم كتم خلاص الصوت، ما سوف الذي سوف يستمع إلى صوت التلفاز فقط أنت من خلال السماعات إخواني الكرام، ومن خلال يعني المكان الذي تتواجد فيه إخواني الكرام. فهذه كانت يعني في
فكرة هذا الدرس، أتمنى أنها مفهومة، وأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. سنعمل بالضغط على اللايك لمساعدتنا دائما لتقديم لكم يعني الجديد، وأيضا زيارتنا على موقعنا www.pontigla5.com، لنا على صفحتنا على فيسبوك facebook.com/حافظ 88 فول. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.